النهاردة معانا لعبة السوبر ماركت. دي أصحابي لعبة كبيرة قوي وكمان فيها أدوات كتيرة، فيها عصاير وفيها خضروات وفيها كمان حلويات. وشفتوا البنت عاملة ايه؟ وفي كمان حساب، شفتوا هنا في حلويات وفي ناموس وفي نكريز. شفتوا الحاجات جميلة ازاي يا أصحابي؟ وده السبب عشان نحط فيه الحاجات اللي احنا محتاجينها في السوبر ماركت. ودلوقتي يا اصحابي هنفتحها ونشوف فيها ايه. واو شفتوا في موز، في حاجات كتيرة قوي يا اصحابي، في خضروات وعصير. واو شفتوا يا اصحابي السبت؟ شفتوا يا اصحابي؟ بتاعت العصاير. شفتوا يا اصحابي كأن فلوس حقيقية بالظبط. شفتوا يا اصحابي دي الاجزاء اللي احنا هنحط فيها الحاجات. في عصير وفي بس. شوفي يا اصحابي فين ايس كريم. واو وريني ايس كريم. في هنا تويكس. يو هنا حاجات كتير قوي، في برتقال. واو فواكه وميلك. ودي قهوه. دي هنا 50 برضو، ودي هنا 10. هنركبها يا اصحابي ونرجع لكم تاني.
ارتب الحاجات. وكمان والحطيب والترتيب وبعدين احنا هنلعب. نهض الكاشيرة وهي اللي هتيجي تشتري. بيكون اللعبة عجبتكم، أشوفكم الفيديو الجاي. ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتحطوا لايكات كتير عشان نجيبلكم فيديوهات كتير قوي. باي باي.